مهما كانت الظروف في حياتك، مهما كانت الأمور في حياتك اليوم، اتأكد أنك أنت تتصل بشكل سريع مع المستر منتصر. سلام لكل الأشخاص الرائعين، معكم أم عبود بفيديو جديد. في قصة رائعة سمعتها من فترة منيحة للدكتور وانداير، بيقول في أحد الأشخاص كان مضيع مفتاح البيت تبعه وقاعد عم بدور. إجا لعنده أحد الجيران، قال له جار خير شو صاير، يعني ممكن تخبرني، ممكن ساعدك بشيء؟ قال له والله ضيعت مفتاح البيت. فبلش الجار يساعد جاره بأنه يلاقي المفتاح. فبعد دقيقتين ثلاثة بيجي الجار يعني اللي جاي يساعد، سأله قال له جار ممكن تخبرني انت وين ضيعت المفتاح؟ قال له والله بصراحة كنت بالبيت ماشي وضيعت وقع مني المفتاح وضيعته وقطعت الكهرباء. فطلعت هيك انه ما في ضوء، وطلعت شفت لبرا على الشباك في ضوء برا، فطلعت دور على المفتاح برا. فاليوم في نحن احيانا بتصير معنا حالات او امور معينه نبدا ندور على الحلول في الخارج مع العلم انه الحلول في الداخل. خلينا نجبي لك هذا المفتاح. هذا المفتاح هو مفتاح مصنع عظيم رائع كبير موجود في داخل كل واحد منا. هو مصنع، مفتاح مصنع الافكار. مصنع الافكار هو يدار من قبل مديرين سبيشالايزد متخصصين في انجاح هذا المصنع. اول مدير من المدراء اسمه المستر منتصر، وثاني مدير من المدراء الاثنين اسمه مستر مهزوم. هدول المدراء الاثنين متخصصين رائعين شاطرين محترفين في إدارة هذا المصنع، مستر منتصر ومستر مهزوم. شوف شو الترتيب. مستر مهزوم هذا الشخص اللي هو موجود في مصنع الأفكار، اللي هو مدير مصنع أفكارك، هو دائما مهمته إصدار الأفكار السلبية والبحث عن أسباب تخبرك وتقنعك أنك ما فيك. بينما مستر منتصر هو مسؤول عن الأفكار الإيجابية، وهو محترف في البحث عن الأسباب لتقنعك أنه أنت ليش فيك أو ليش فيك ليش أنت تستطيع. أوكي؟ شوف الترتيب. مثلا فقت بأحد الأيام الصبح وقلت اليوم هو يوم سيء. لما أنت تكلمت بهي الجملة مين المدير اللي فاق؟ أحسنت، هو مستر مهزوم. قال لك إيه وليك كذا وهي كذا، وبلش يبحث لك عن أسباب ليش اليوم سيء، وبلش بقى يطلع لك حقائق معينة ووجه كل التركيز للأمور اللي لها علاقة في اليوم السيء. بينما إذا فقت الصبح إن شاء الله يا رب كل يوم من فيه بسعادة كل يوم صباحا، بيجي لما تفقت الصبح قلت اليوم هو يوم رائع، مين هون بتجي الإشارة؟ مستر منتصر بيقول لك ايه يوم رائع، يوم انت عندك هي وانت بتمتلك هي وانت بتعمل هي والحمد لله عم تتنفس، وبيبدأ يعطيك أفكار إلها علاقة بالفكرة اللي انت طلعت فيها. ونفس الوقت انت بدك تقوم بعمل معين، لما تقول والله شكلي فيني أعمل هذا الموضوع، فبيقول لك مستر منتصر بيطلع مباشرة بيطلع لك هذا المدير بيقول لك ايه نعم انت فيك لأنه 1 2 3 4 5. فدائما طول فترة حياتنا احنا في عنا هذا الحوار، ممكن أحيانا يكون صراع، ممكن أحيانا يكون أحاديث بين مستر منتصر ومستر مهزوم. هدول المدراء الاثنين هن مختصين بإنجاح عملهم لحتى هن ينجز العمل بالطريقة التامة الصحيحة. أوكي؟ فاليوم بالنسبة لهدول الشخصين يجب أن نعرف لمين نحن ننده، ما كيف نحكي مع أحد هدول المدراء الاثنين مستر منتصر ومستر مهزوم. بكل مراحل حياتنا بصير معنا قصص في حياتنا أنه أنا فيني ما فيني فيني ما فيني فيني ما فيني. هون بدك أنت تعطي إيعاز لأحد المدراء لحتى هو يبحثك عن حلول. ممكن اليوم تشغال في بزنس معين أو عمل معين أو عندك حالة معينة بدك تحلها، ابدأ ابعت النداء إلى المستر منتصر. أوكي؟ لحتى هو يبدأ يأسعفك في حلول، وراح يقلك ويبلش يبحث لك عن أسباب ويقنعك أنه أنت فعلا فيك، أنت قادر تنجح بهذا الشيء اللي أنت أوردي أنت شغال فيه. بكل مراحل حياتنا نحن ضروري نتذكر أنه في عنا مديرين اثنين، مستر منتصر ومستر مهزوم. مهما كانت الظروف في حياتك، مهما كانت الأمور في حياتك اليوم، اتأكد أنك أنت تتصل بشكل سريع مع المستر منتصر، لأنه إذا اتصلت مع مستر مهزوم راح يبعث لك وفرجيك كل الأسباب لتقنعك أنه أنت ما فيك، أنت ضعيف، أنت غير قادر، الموضوع صعب، غيرك فشل، و إلى آخره.
بينما لما انت تبعت رساله لمستر منتصر شو يقول لك مستر منتصر؟ مستر منتصر لما تقول له انه اوكي انا فيني ليش لا، ليش لا اني انا مثلا ما احقق الموضوع 1 2 3 ببدا مستر منتصر يبعث لك افكار تقنعك وبعث لك اسباب تخبرك ليش انت بدك تنجح وليش انت بدك تحقق الهدف 1 2 3 4 5. فتذكر دائما انك تبعت النداء للمستر منتصر، تذكر دائما تكون على اتصال فيه لمستر منتصر. طبعا في نعمه موجوده عند الكثيرين، بتلاقي في بين اصدقائهم اشخاص المستر منتصر عندهم كبير هالقد هيوج، دائما بتلاقي بيخبره انه انت فيك تكبر وفيك تنجح وفيك انت تحقق انجازات ونجاحات كبيره جدا. اذا في بين اصدقائك اشخاص مستر منتصر بداخله الكبير اتمسك فيهم، لانه هدول الاشخاص هن اروع الاشخاص تمشي معهم بهي الرحله، لتسافر معهم رحله رائعه من النجاحات والانجازات، بهي الرحله من النمو في التجربه البشريه اللي اوريدي احنا عايشينها. فتذكر بين ايديك مفتاح مصنع لافكار يدار من قبل مديرين، المستر منتصر والمستر مهزوم. اعرف انت كيف تنده لاحد هدول المدراء بجمله واحده لما تقول لك بنفسك يس اي كان، انا بقدر. اذا قلت انه انا والله اي كانت انا ما بقدر، يبدا مستر مهزوم يخبرك ليش ما بتقدر. بينما احنا اليوم بهي المرحله بالقرن 21 ومع تطور التكنولوجيا وانتشار قصص نجاحات في انحاء العالم، نحن بحاجه لحتى ننده للشخص المنتصر بداخلنا، للشخص المنجز بداخلنا. هذا المدير صدقني هو جاهز يساعدك بكل المراحل ويخلي عقلك يسعفه بحلول، لانه هو اصلا سبيشالايزد مختص لحتى هو ينجح بالدور تبعه. والمستر مهزوم نفس الشيء على فكره، هو مختص حتى ينجح بالدور تبعه. فانت مين بدك ينتصر في هي الرحلة اللي انت عايشها، مستر منتصر ولا مستر مهزوم؟ أدعوك انك تخلي مستر منتصر يكبر ويتطور في داخلك لحتى تعيش رحلة رائعة من الحياة، رحلة من الإنجازات، لأنك انت قادر وتستطيع تخلي الشخص المنجز والشخص المنتصر هذا المدير الرائع هو تعطيه دوره وتسمح له هو يسعفك في حلول، ويلاقيك دائما تدور على أسباب ليش انت بدك تنجح وكيف فيك تنجح. اوكي، لأنك انت قادر وتستطيع تفعل هذا دور هذا المدير الرائع. اوكي، فان شاء الله سوية نخلي مدراءنا المنتصرين في داخلنا نعطيهم دورهم لحتى هن ينجحوا في اعمالهم بطريقة صحيحة، لانه انا وانت وكلياتنا نستحق نعيش حياة افضل. فسوية بوجود المدير المنتصر مستر منتصر في حياتنا نبني حياة افضل. سلام.